نسمات من عبق الزمن العتيق بين جدران قصور غردايا المصنفة بهندستها الفريدة ضمن التراث العالمي للبشرية من قبل اليونسكو يوجد ما هو أغلى. ليس كل من سمع كمن رأى. بالدخول إلى قصر بن يزجن ستجد درراً وجواهر يرتدين الحايك الأبيض ويتجولن بين الأزقة الضيقة ويضفن سحراً لمكان شامخ ومعمر منذ قرون. المرأة هي في الشارع تلبس الحايك صافي دير تكون عندها قيمة خير ما تلبس الجلعة. دوكا منين راهم دوكا عندنا نساء اللي يقروا ويخدموا يتو دير الجلابه وتزيد الحايك من الفوق باه تحافظ على هذاك النمط تاع الحايك. فوالا كما راكم تشوفوا هذا الحايك مصنوع بالمنسج وعنده ين ميثود خاص باه تتلحف به. الحايك الجزائري الاصيل رمز للعفه والستره تلتحف به المرأة الغرداوية إلى يومنا هذا، وتختلف طريقة تغطية الوجه بالنسبة للمتزوجة والعزباء. والمرأة اللي دير بوعوينة صافي دير عين وحدة تكون مرأة مزوجة ولا مطلقة ولا أرملة، وهذيك اللي دير بزوج عيون تسمى مفتوح الوجه مفتوح صافي طفلة ولا مخطوبة. هذا هو دوك واحد كيشوف الطفلة برا ولا عزبة ولا كما نقول راهي مخطوبة. في مجتمع مترابط ومتمسك بعادات أجداده، المرأة في تغردايت تتربع على قمة الهرم، فلها مكانتها ووزنها وقيمتها، ووراء سترتها ترى الناس جميعا ولا يرونها. الصوف معروف أنه يقي من حرارة الشمس، وفي الشتاء يقي من البرد. وثانياً السطرة يعني المرأة مسطورة من الفوق لتحت، المرأة الميزابية ولا المالكية ولا إباضية ما تشوفش، تشوف غير بعوينة تحت، غير العين تحت اللي تتخزر منها فقط. حتى كده إذا راح تشري يعني ثانية لازم مرأة كبيرة تشري، ما تروحش مرأة صغيرة، تروح تشري تدير يدها في الفصل في الفكسة كيما هاك باش تمدلوا الدراهم لمول المحل ولا تشد الصرف، يعني ما تشوفش يدها مسطورة. وتقاشير ثاني الجوارب هذاك يخدموه بالصوف، ولا الريحية هذه الصبات مخدوم بالجلد يجي لونه أحمر. لا تغريهن الموضة ولا الأزياء العصرية، نساء غردايا يقاومن الغرس الثقافي ويحافظن على الحايك الأبيض الذي يرمز لحضارة وادي ميزاب شريان الجنوب الجزائري الكبير. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.